53 مليون. انا نطلبوا باش نسيروا بدنا باش نقروا مصيرنا بين احنا بايدينا، هذا هو فقط كيما الشعوب الاخرى، هذا لازم مراحل، يعني معك لازم مراحل، ولكن الخطوه الاولى هو الاعتراف بان رانا اليوم في مرحله انتقاليه، ان ننتقل من مرحله ديمقراطيه السلطه الى ديمقراطيه الشاش، فهذا هو درك نحطوا الاليات اللي تسمح لنا باش نروحوا الى هذه الشرعيه اللازمه لانقاذ البلد واللي تطوير البلد، ما تخدش انا ما نخدش نطور البلد اذا ما تمشيش معايا. اكيد هذا هو ما نطلبوا، وبالتالي فواش قلنا؟ اذا السلطه هذه راهي تطلب المفاوضات، هما يقولوا الحوار انا نقول مفاوضات، لان زمن الحوار انتهى. من المفروض اذا يطلبوا هذا الشيء هذا يوضعوا المناخ اللازم الملائم، المناخ السياسي الملائم اللي يسمح باش نروحوا الى مفاوضات اذا شاف حد، اذا شاف قبل، اذا شاف قبل. انا نظن اذا تخرج لنا الناس خوتنا من السجون، اذا ترفع يدك على الاعلام اسماعيل البصري، اذا خلق اذا العداله نخرجوا من التليفون اللي دخل الحبس والتليفون اللي خرج من الحبس، اذا نروحوا هذه الامور هذه التهدئه، فنظن بان الحراك راك يقبل باش يتفاوض. لما اذا واش نقولوا؟ نقولوا لما نروحوا حنا المفاوضات، اول شيء اللي تسالني انت تقول لي سير لما تروح للمفاوضات، ولكن موضوعنا هو انا نقول لك الموضوع هو الانتقال الى شرعيه شامله. اكيد. وهذا يعني تغيير النظام. وقلت بان اكبر انتاج، اكبر يعني شيء انجاز للحراك ما هو؟ خلى الحراك بالضغط على الحراك يقول بان النظام، خلى النظام يقول بانه فاسد. خليت انت وانت وانا خلينا بالضغط هذا، خلينا النظام يعترف بانه راهو فاسد، وراه هو اللي جمع الحباس، ماشي انت ماشي انا، معليش هما اللي. وبالتالي فهذا يعني هذا انجاز كبير. درك كاين اعتراف، هما فهموا حنا فهمنا، ما درك يلزم نروحوا نوضعوا خطوات اللي تسمح لنا باش نقضيو على هذا النظام الفاسد اللي ردنا اللور ب 50 سنه. انا لما جماعه يقول لك نسرقوا ملايير وسرقوا، انا ما سرقوليش ملايير فقط. مستقبل يا ترى هذا المستقبل تاع الجير كومون كونتابيليتي كيف تقيموا؟ ما عندوش قيمه، ما عندوش حاجه كبيره. انا دمرونا على بالك، دمرونا لما شباب يروح يرمي روحه في البحر وما يعيش معك، هذه اكبر صفحه للنظام. وبالتالي احنا ما نقبلوش ولادنا يموتوا، ما همش خرفان. كل واحد اللي يتقاس، كل واحد اللي يتسجن، كل واحد اللي يمرض وما يسيبش اللازم، راهو على رقبتنا كلنا، على رقبتنا كلنا. وبالتالي احنا قلنا حبينا نعطيو الاعتبار للانسان الجزائري، كما كل البلدان، لازم نعطيو الاعتبار للانسان الجزائري، ما تسياش البلاد بالسجون، لا 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 لا، ماشي كل ما نهضرونا يؤدي للسجن، في التليفون دخل الحبس، لا لا، نو. لا حبسوا لنا هذا التمسخير هذا، خلاص السجون، حنا حبينا الاشياء اخرى، حبينا مستقبل واعد، حبينا نتفاوضوا على ذهاب هذا النظام، حبينا نروحوا الى انتخابات رئاسيه مسبقه، وقبل ذلك نروحوا الى برلمان، نحلوا البرلمان، نديروا برنامج تمثيلي، ماشي تاع اللعب اليوم يديروا لنا، ماشي تشكاره تاعكم تاعنا تاع الشعب، لما تشكاره لا، حبينا برلمان نظيف، هذا البرنامج التمثيلي، نخلوا بعد ذلك نشكلوا حكومه جديده بموافقه البرلمان تاعنا. لما يكون برلمان نظيف نقدروا نديروا دستور ونفاوضوا ونتحاوروا عليه كمشروع وكحقيقه. لما يكون برلمان تمثيلي نروحوا نديروا الى قانون انتخابات، نديروا لجنه مراقبه تاع انتخابات، ومن بعد نروحوا الى البلديات، الميري لازم يكون تاعنا في الولايه، لازم يكون تاعنا تمثيلي، وبعد ذلك نروحوا الى انتخابات منا على عام ونص، نروحوا الى انتخابات مسبقه بدون وجوه القادمه تاع النظام، بدون وجوه القادمه تاع النظام. يا هل ترى هذا صعيب، هذا كلام خطير في شبكة التواصل الاجتماعي، يتكلموا على القبائل ويتكلموا على حقي، حكم التسييب، وانا ندي المبتلى، انا ندي وانا اللي كذا الى اخره. هذا قالوا لنا داو كريم وداو برقعه لانهم قاسوا معنويه الشعب. انا كي نسمع الجيش، انا كي نسمع هاد الناس يهضروا في النواب ومسؤولين في لي فيديو، ماشي يهضروا على معنويه الجيش فقط، يهضروا على معنويه الجيش، على معنويه الشعب.
على معنوية الموتى، على معنوية الحياة، على معنوية الشهداء، على معنوية الحجر، على معنوية والله 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 غير عيب إذا 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 العدالة ما تحركش راه خطر كبير هذا الناس هذا. وبالتالي 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 عليهم على العدالة أن تشوف هذا الفيديو هذا وتدخل بسرعة قبل الأول الأول. أمام الأستاذ إسماعيل الماضي أستاذ مع الخير أستاذ مع الخير أشعر كلمة أستاذ الأخيرة يعني أطلق صراحة المجادلة بالبرودعة وبعض المساجين ولم يطلق كلهم وتشكيل الحكومة الجديدة اللي شكلها تكون. شكرا تحية للجزائريين كلهم، تحية الأحرار داخل وخارج الوطن، تحية للسجناء اللي مازال ما خرجوش، تحيه للشيخ الشيخ الورقع مجاهد كبير الحاج اللي خرج البارح يعني او الامس نحيوه، فاذا خرج هو هذا تصحيح لوضع تصحيح لهذه العداله تاع التليفون اللي حبينا تروح، تصحيح لهذه العداله اللي بالتليفون دخلوا الناس الحباس وبالتليفون خرجهم، هذا غير مقبول. حنا الجزائر ما بقاتش الجزائر تاع سجون، الجزائر هذه بهذا الحراك اصبحت الجزائر تاع المستقبل، الجزائر اللي تشوف المستقبل، الجزائر اللي حبت تبني المستقبل. حنا نشوف بان هناك بعض اشارات بعض علامات تهدئه، حنا نثمنوا هذه الامور هذه، اذا خرجوا لنا خاوتنا كنا سنا في كريم وفي فوديل وفي سمير ما خرجوش البارح ان شاء الله نحييهم، والباقي باقي سجناء نحييهم ان شاء الله. هذا نظن باول خطوه للتهدئة، أول خطوة إذا حبت السلطة هذه تروح إلى مفاوضات ماشي إلى حوار، إلى مفاوضات، لا مفاوضات بسجناء الرأي في الإسلام غير مقبول. أما الحكومة هذه اللي راك تكلموا عليها فأنا قلت لهم يا جماعة الوزير إذا يفهم ماشي الوزير يجي يخدم الشعب ما يجيش يخدم النظام، الوزير لما يقبل حقيبة إذا يفهم بأن راهو في خدمة الشعب، راهو في خدمة بلد، في خدمة وطن، ماشي في خدمة نظام. فاحنا شفنا بان الحكومه كما كانوا يقولون حكومه كفاءات، انا نشوفها بان حكومه تاع مكافات، سي ان غوفرنمون كومبوزي دو بيرسون كون افولي ريكومبونسي. دونك غادي نشوفوا يعني الناس اللي كانوا يضربوا في الحراك ولا يضربوا في هذا كافوهم وداروا في النظام، هذا غير مقبول. ثانيا على الحكومه هذه تفهم بان راهي تسير مرحله انتقاليه، وبالتالي فكنا ننتظروا باش يديروا حكومة مصغرة ماشي 39 حقيبة على كلوب دي فما تفيهم شو كيف زادوا كريم زادوا كريم. حنا كنا نقولوا بأن لازم حكومة مصغرة باش يكون تنسيخ من أجل تسيير مشاكل كبيرة. المرحلة هذه وش عندها؟ المرحلة هذه عندها يعني دي ديفيسيت امبورتون في الميزانيات، 20 مليار عجز في الميزانية بيقدر ب 20 ل 25 مليار سنويا. راهي هذه الحكومة لازم هذه الفترة هذه فيها تضخم كبير، الفترة هذه فيها بطالة كبيرة، الفترة هذه فيها مشاكل في الصحة، مشاكل في التعليم، مشاكل في الاقتصاد، الفترة هذه لازم نفكروا كيفاش نبنيو الاقتصاد، ولكن هذا كل ما يقدرش يجي بدون شرعية، الشرعية واش تقول؟ لازم مرافقة الشعب، لازم قبول الشعب، لازم الشعب يقبلك، لازم الشعب يرفعك، لازم الشعب يمشي معاك، لازم الشعب يطبق لك البرنامج، لازم الشعب يرافق ويراقب البرنامج تاعك، وبالتالي في غياب الشعب، في غياب الشرعية، لا مكان لأي مشروع تقدمي ولا مكان لأي مشروع تطور، ما يقدرش يتطور بدون شعب، وبالتالي فنقولوا بأن في غياب شرعية لا ما كانش حكومة اللي تقدر تنجح، ما كانش حكومة اللي تقدر تسير، ما كانش حكومة اللي تقدر تطور هذه الوضعية. بارك الله فيكم. شكرا يا جماعة. السلام عليكم خوتي الجمعة 46 3 جانفي الساعة راهي 2:40 دقيقة فوندرودي 3 جانفي
رانا نستناو في المسيرة اللي جاية من جهة باب الواد. عايل أحبك، عايلة العقل البريد المركزي.